سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، فلكل أمة من الأمم أيامها التي تفاخر بها، ولكل شعب من الشعوب ذكرياته التي يتوقف عندها، وللأمة المصرية من الأيام والذكريات ما يفوق الحد والوصف. ولعل هذا اليوم، وهو يوم الشهيد، يوم مجيد على كل أبناء هذا الوطن، ومبعث احتفالنا واحتفائنا بأيامنا الوطنية وذكرياتنا القومية تمجيد الحرية وشحذ العزائم وتوجيه الهمم إلى القيام بالأعمال المرضية الداخلية والخارجية المدنية منها والعسكرية. عباد الله، إن الشهداء هم أنبل بني البشر بعد السادة الأنبياء والرسل، ولم لا؟ وقد جعلهم الله تعالى في رتبة عالية ومنزلة غالية، ضحوا بأنفسهم وبذلوا أرواحهم فقبلها الله تعالى منهم. ومن أوفى بعهده من الله جعل الله الشهداء في مصاف الملائكة العالين، في مصاف الملائكة المقربين. قال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقال عن ملائكة قدسه: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. فالملائكة عند الله، والشهداء عند الله، عندية مقام وعندية مكانة. ولذا لا يعرف الهم إلى قلوبهم سبيلا، ولا الغم إلى نفوسهم طريقا. قال الله تعالى في آل عمران: فرحين، فرح دائم وسرور مستمر، منصوبة على الحالية بالظرف عند ربهم. فهم في فرح، هم في سرور بكريم استجابتهم وعظيم إنابتهم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، من بعد ما أصابهم القرح. ولذا يأتي الشهيد يوم القيامة في ساحة العرض في هيئة مخصوصة تتطلع لها الأعناق إجلالا وتنحني لها الهامات احتراما. يقول أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يكلم أحد، أي لا يجرح، لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا وجاء يوم القيامة اللون لون الدم، والريح ريح المسك، يؤمنه الله الفتان والفزع الأكبر، ويجري عليه رزقه ويجري عليه عمله. فإذا كان يوم القيامة ألبس الله الشهيد تاجاً موسوماً بتاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. من عاش سادتي الكرام بهذه العقائد السنية
وهذه المواجيد الربانية عاش رضي الفؤاد، مسيح الآلام، فسيح الأحلام، عاش والإقدام لا يدني من الموت، والإحجام لا يطيل في العمر. فالإقدام والإحجام بالنسبة للموت سيان، لكنهما عند الله يفترقان، وفي الذكر والفخر ضدان. من عاش على هذا عاش وأمام ناظريه، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يمر على صفحات قلبه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عاش ولم يغب عن باله مشاهد أكابر هذه الأمة، رضي الله عن أسد الإسلام علي بن أبي طالب حين قال: أي يومي من الموت أفر؟ يوم لا يقدر أم يوم قدر؟ يوم لا يقدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجي الحذر. رضي الله عن بلال قال لزوجه وهو في شدته وكربته وغربته تنعيه وتقول: وابلالاه وحزناه. قال: لا تقولي وابلالاه، قولي وفرحتاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، لا يظن أحدنا أن هذه الرتبة العالية وهذا المقام الغالي ينال بضربة حظ خاطفة أو يأتي خبط عشواء، بل لا بد فيه من الفيض الجودي وبذل المجهود البشري بالصبر المجرد. الصبر ضرورة يا عباد الله، لا فلاح ولا نجاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالصبر. لقد عرف خطاب المعالي وعشاق المجد وطلاب السيادة أن الرفعة في الدنيا كالفوز في الآخرة، ولا ينال ذلك إلا بركوب متن المشقات وتجرع غصص الآلام، وبدون هذا لا يتم عمل، بدون صبر لا يتم عمل ولا يتحقق أمل. لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. لنكن أوفياء لهذه الدماء التي سبقتنا على درب الشهادة، متمنين على الله جل جلاله أن يرزقنا بميتة كريمة نلحق بها أكابر هذه الأمة، ونسأله تعالى جل جلاله أن يديم علينا نعمة الأمان والإسلام والاطمئنان، فلولا دماء الشهداء ما أمنت البشرية، ولا استعادت الإنسانية ثقتها، ولا عبد رب البرية. فنعم العدلان ونعمة العلاوة. أسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا، وأن يحفظ جنودنا، وأن يحفظ حدودنا. اللهم احفظ مصر شعبا مترابطا، وقائدا حكيما، وجيشا أبيا كريما، وأمنا مستتبا عاليا. اللهم كما أخرجت يوسف من المضيق، وجعلت لموسى في البحر الطريق، وأنجيت يونس من بطن الحوت الدقيق، اجعل لمصر وأهلها فرجا بكرمك وجودك يليق. اللهم أنعم على قائدنا بالصحة والعافية، ألهمه الصواب والحكمة وفصل الخطاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وآله، وأقم الصلاة.